أن تقربنا جميعا مداخلة أساتذة الأفاضل من المواد 111 المكونة لهذا القانون ومن الإشكاليات الكبرى التي يطرحها، وتعمدنا أن نشرك في هذه الندوة تلة من الأساتذة، وراعينا المعطى الأساسي هو ضرورة سماع رأي كل الأستاذ الجامعي. سيدة عتيقة الوزيري، عضوة بمجلس هيئة المحامين بالرباط. الموضوع ديال الندوة التي تم تنظيمها من طرف هيئة المحامين بالرباط هو جا في السياق ديال دخول القانون المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ 38/15، دخول حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يعني ابتداء من 15/1/2023. وهو موضوع عنده واحد هذا القانون، لأن أولا تم تنظيمها من أجل يعني التعريف بالمقتضيات والمستجدات اللي كاينه في القانون، والإحاطة بجميع المقتضيات اللي جات فيه، وشنو هو الجديد، شنو اللي ما كاينش، اللي كانوا ما بقاش، النصوص اللي ما بقاتش. هالندوة تم يعني تمت بمشاركة مجموعة من المتدخلين والفاعلين في مجال القانون، سواء في مجال ديال القضاء ولا مجال ديال التعليم العالي واحد مجال ديال المحاماة. أساتذة أجلاء اللي ساهموا معنا بوجهات نظر ديالهم، اللي عرفات واحد نقاش اللي هو غني، ترت فيها مجموعة من الإشكاليات، المستجدات اللي جات بها، الحقوق الملائمة ديالها مع دستور 2011، سواء فيما يتعلق بالحق في التقاضي، الإضافة بعض الأقسام المتخصصة بمحاكم تجارية، الأقسام المتخصصة ديال التجارية والإدارية في محاكم ذات الولاية العامة، ومجموعة من المقتضيات اللي جات بهذا القانون. وبالتالي هذه المجموعة هذه من أجل فتح النقاش والإحاطة بالمقتضيات والمستجدات والإشكاليات اللي ممكن تطرح وكيف يمكن التغلب عليها. هذه الندوة المتعلقة بتنظيم القضاء والمسجدات ديالو اللي نظمت هيئة المحامين بالرباط كانت تروم إلى إعطاء أو لمحة أو أضواء حول مسجدات قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التطبيق يوم الاثنين الماضي، وبالتالي من الضروري كمحامين، كأساتذة جامعيين، كفاعلين في المجال العدالة، أن نعرف جيدا ونستوعب هذه المسجدات حتى تكون الممارسة العملية أكثر فعالية وأكثر نجاعة. حضر مجموعة من المتدخلين الذين قاموا بمداخلات متنوعة ومتعددة مفيدة، وكان النقاش داخل القاعة. الندوة حققت أهدافها، أكيد على أنه هذا النقاش في إطار الندوة لا يستوعب جميع الإشكاليات، لذلك نحن نعول على أننا سنقوم بيوم دراسي كامل من أجل تدارس جميع النقاط، وايضا لمعرفه حتى كيف بدا تطبيق هذا القانون والتعثرات الموجوده والاشكاليات التي حصلت من اجل تداركها عمليا وواقعيا. وشكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.